أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قافلة مساعدات غذائية لأهالي فلسطين تحت شعار يد بيد مع أهالينا في فلسطين تأتي القافلة ضمن قافلة إغاثية ضخمة بتنسيق مع حياة كريمة وتضم 21 شاحنة بينها ست شاحنات من الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية في إطار دورها الداعم للأشقاء الفلسطينيين على جميع الأصعدة شاركت الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه بقافله اغاثيه للاشقاء في قطاع غزه تضم ست شاحنات محمله بمئه وخمسين طن مواد غذائيه ومياه قافلة الشركة المتحدة تأتي ضمن قافلة إغاثية ضخمة بالتنسيق مع حياة كريمة تضم 21 شاحنة مشاركين بالإضافة للست شاحنات اللي المتحدة متبرعة بهم ب 15 شاحنة تانيين ال 15 شاحنة يعني احنا مجهزين في الأسبوع ده في اليومين اللي فاتوا حوالي 21 شاحنة في فريق كبير من المتطوعين والأعضاء المؤسسة ما بيناموش حرفيا عشان خاطر نطمن ان احنا المواد اللي بعتينها اذا كانت مواد غذائية أو مستلزمات طبية أو أدوية كله محطوط بالشكل السليم إذا كان مستلزمات طبية فهي معبأة بالشكل الصح عشان توصل لأخواتنا وهي سليمة مش بعد ما تكون باظت أو حاجة فعايز أقول حاجة إن في فرق, فرق ما بتنامش فعلا من بداية الأزمة من أكتر من شهر ومكملين احنا بنحدد القافله طبقا لاحتياجات الارض هناك المشكله الاساسيه طبعا ما فيش ميه كهرباء والوضع الانساني غايه في الصعوبه فبنحاول ان كل المواد الغذائيه اللي بعتينها الاغلبيه يكون مواد معلبات عشان سريعه الاكل بنودي حاجات تانية طبعا بس عارفين ان الاسهل لاخواتنا في الاستخدام دلوقتي هي المعلبات والميه وبنتابع يوم بيوم الاحتياجات هناك مع ناس هناك ومع اطباء هناك عشان نقدر نكون بنوفي بالاحتياجات الاوليه وكانت المتحده للخدمات الاعلاميه قد اطلقت حمله للتبرع بالدم للاشقاء الفلسطينيين حيث انطلقت الحمله في اطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركه ضمن الجهود المصريه المتواصله لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز التضامن العربي معه كلنا مشاركين والله واحنا فرحانين جدا 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 ان احنا نقف جنب اخواتنا في غزه واللي هم في ربنا يعينهم عليهم بصراحه يعني كلنا بندعي لهم وكلنا واقفين جنبهم وكلنا بندعمهم وباذن الله باذن الله ربنا يطلعهم من الكرب اللي هم فيه باذن الله ان شاء الله باذن الله لما صاحب العربيه قال لي اطلع غزه انا طلعت غزه ما روحتش بيت أحد. فشعوره احساس جميل ان انا بساعد ناس محتاجين المساعده وتتصدر مصر قائمه الدول المسانده للاشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الاحداث في السابع من اكتوبر الماضي وحرصت الدوله بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعه نفاذ المساعدات الانسانيه والاغاثيه الى قطاع غزه